موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم. أكد مصدر إعلامي أن طيران مجرم الحرب حفتر استهدف معسكرا لقوات البنيان المرصوص في منطقة سوكنا، وأضاف المصدر أن القصف لم يتسبب في وقوع أي أضرار ولا إصابات، بينما اقتصرت الخسائر على بعض الخسائر المادية. يشار إلى أن ميليشيات الكرامة تحاول منذ مدة التقدم في الجفرة والمناطق المحيطة بها دون أي جدوى. أكد المتحدث باسم عملية غضب الصحراء العقيد سالم البوراوي أن طائرات الميغ التي قصفت تمركزات الثوار في الجنوب أقلعت من حقل الفيل النفطي. البوراوي وفي تصريح خاص بقناة التناصح دعا المؤسسة الوطنية للنفط أن تحدد موقفها من إقلاع الطيران التابع لميليشيات الكرامة من حقول تابعة لها، معتبرا ذلك تعديا صارخا. يشار إلى أن طائرة تابعة لميليشيات الكرامة استهدفت موقعا للثوار في الجنوب، مما أدى لمقتل 3 من القوات الثالثة. عقد وزراء خارجية الدول السبع الكبرى الاثنين اجتماعا بإيطاليا، وذلك لمناقشة عدة قضايا بينها الأوضاع في ليبيا والأزمة السورية، إلى جانب البرنامج الكوري النووي. وبحث الوزراء خلال اجتماعهم في توسكانا الوضع في ليبيا وسبل التقريب بين الأطراف لتهدئة الأوضاع في البلاد، وتمهد هذه الاجتماعات الطريق لقمة الزعماء في صقلية في نهاية مايو المقبل. تشهد العاصمة طرابلس وعدد من المدن الليبية إغلاقا لعدد من الطرقات الرئيسية والشوارع والأزقة عقب هطول كميات وفيرة من الغيث النافع وانخفاض في درجات الحرارة. ووفقا للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية، فإن التقلبات الجوية لا زالت تخيم على أغلب مناطق ليبيا، مصحوبة برياح نشطة وسقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية وجرائم ريان بعض الأودية المحلية، مع انخفاض في درجات الحرارة على مناطق الشمال، بينما تسجل المناطق الجنوبية انخفاضا في درجات الحرارة ابتداء من يوم الثلاثاء. وحسب مركز الأرصاد الجوية فإن هبوطا في مستوى الرؤية الأفقية ستشهده بعض المناطق خاصة المرتفعات الجبلية. ختام الموجز، إلى اللقاء.